قبل ما نغوص بعناوين الصحف ويومياتنا السياسية المعتادة بصرنا نستضيف معنا باستوديو دكتور جوليان صفير مقرر بلدية الظل بمدينة جبال. أول شيء أهلا وسهلا فيك. ميرسي. أهلا وسهلا. ثاني شيء ما صار عندنا بلدية ظل بجبال؟ هيدي تجربة إذا بدك رائدة بعدها بلبنان. صار في نواة بلديات ظل بمختلف يمكن بمحلين ببنت جبال وبيطرابلس بس ما فعلوا بشكل جذري وبشكل فعال. احنا بجبال طامحين انه هالاكسبيريانس تكون رائده من نوعها وان شاء الله يعني تعمم على كل البلديات بلبنان وحتى تصير كمان منتقله على العمل السياسي حتى. بس لنفسر اكثر شو يعني بلديه الظل؟ هلا بلديه الظل بالمعنى يلي اول ما الناس تفكر بلديه ظل راح تفكر اوتوماتيكمان انه هي شيء سلبي معارضة لأنه ظل، بس هو فعليا مفروض كل سلطة بتكون عم تحكم تعمل نوع من شادوينج لإلا تهي تصحح المسار، لأنه يلي بيكون موجود بالسلطة ما بيشوف مظبوط الصورة بشكل عام. بلدية الظل يلي نحن مجموعة من الشباب الجبيليين أكيد ومدعومة بشكل أساسي من التيار الوطني الحر قرروا هالشباب انه يفوتوا باكسبيريانس بلدية الظل. بذات الوقت هي منا الفكرة معارضة البلدية للمعارضة، انما هي نوع من تواصل مع البلدية. على طول الوقت بيكون في سلطة محلية والناس بيكون في نوع من هو بين السلطة وبين الناس بمحل معين. نحن رح نجي نعمل ردم تقريبا اللي هو يعني بنشوف شو المشاكل، شو مطالب الاشخاص الناس يلي بيعيشين بمدينة جبال. ونحن في عنا بذات الوقت إكيبات بتعمل نوع من تخطيط ومن مشاريع للمدينة. هالمشاريع يلي نحن منطلع عليها ومندرسها مع ناس عندهم اختصاص بهالشي منعرضها على المجلس البلدي ومنشوف رؤية المجلس البلدي. إذا رؤية المجلس البلدي من لقية سليمة نحن بالعكس مننوه بهالشي، وإذا رؤية المجلس البلدي تتعارض مع رؤيتنا نحن بصير في نوع من ديباء، يعني نقاش، وهذا الديباء هالنقاش هو يلي بيخلي العمل الديمقراطي يتطور، وهذا كله لمصلحة المدينة. إذا نحن هلأ نحن عملنا ويب بيج، على الويب بيج عم بيجينا يعني كتير إشياء سلبية تجاهنا لأنه الناس مفكرة أنه نحن جايين تنعارض البلدية لأنه نحن منا بلدية 100%. هي الفكرة منا هيك، الفكرة تاع العمل الديمقراطي يستقيم على طول في عنا شيء اسمه بوفوار وكونت بوفوار. الكونت بوفوار منه معناتها انه هو شيء نيجاتيف سلبي، بالعكس الكونت بوفوار اوقات هو بيثبت العمل تبع السلطة اذا كان مزبوط وبينوه فيه، وبذات الوقت اذا كان في اشياء منختلف عليها منقدر نتناقش فيها وبالاخير يتخذ القرار يلي بيكون لصالح المدينة واكيد مدينة جبال. ضمن الأمور السلبية يمكن اللي عم تنحكى أنه يمكن أنتوا تحركتوا لأنه التوجه السياسي للبلدية ورئيسها تحديداً ما بيتناسب معكم. لكن العمل البلدي بيبعد شوي عن العمل السياسي، يعني السياسة بجبال معروفة شو هي بس العمل البلدي بيختلف. فإذا نحن يعني كتيار وطني حر، وبذات الوقت هون بدي شدد أنه بلدية الظل منا حصرية للتيار. بلدية الظل هي مجموعة من الشباب، فيها ناس من التيار وفيها ناس قرابة من التيار وفيها ناس برات التيار، ورح تكون منفتحة حتى يكون فيها ناس من كل الأحزاب. منا حصرية للحزب، إنما هي منفتحة قدام كل الفعاليات بجبال، قدام كل الناس يلي بيحبوا أنه يكون في عندهم نوع من امبليكاسيون، يعني يكونوا هن عندهم حيثية أنه يشاركوا بالمسؤولية تجاه مدينتهم ولو منهم موجودين بالسلطة. وبذات الوقت بيكون في دعم سياسي، فيها كل الأحزاب تدعم عمل بلدية الظل، وخاصة أنه بلدية الظل عملها بور إنمائي رح يكون منه سياسي. بجبال في هيئة المدينة بالتيار هي يلي بتعمل السياسة بمدينة جبال، إنما بلدية الظل هي عملها صرف إنمائي. يعني عشوائي بال2010 ما كان صار انتخابات بلدية بجبال لولا هيك ترشح كتير صغير لسيدي صار بجبال. يعني كأنه كان في هيك رضا أنه رح يصير في متابعة عمل من السابق يكفي بال2010، كأنه صار شيء. يعني هل حدث خلل ما بالعمل البلدي؟ هي سبق وصارت أنه بمدينة جبال كنا عم نحاول نعمل نوع من توافق ونعمل نوع من ائتلاف قبل مجلس البلدي. هالشيء فشل لأنه بوقت من الأوقات كان في
نوع من المفاوضات بين التيار وبين رئيس البلدية الحالي هلا، وهذه المفاوضات ما أدت إلى النتيجة اللي هي لازم تأدي إلى، بقى فضل التيار إنه ما يكون مشارك بقلب البلدية. إنما بدنا نعرف إنه ردة يعني من بلدية الظل هي ردة الفعل على نتيجة الانتخابات. نحن بالنسبة إلنا كل بلدية بتكون موجودة وسلطة محلية مفروض يكون في إلها نوع من شادوينج، ناس عم تشتغل باراليل على هالسلطة الموجودة تأكيد تصحح المسار، لأنه برجع بقول إنه الأشخاص يلي بيكونوا قاعدين جوا بيكون عندهم نظرة منها هالقد جنرال ومنها هالقد شامل لقد الناس يلي بتبقى برا وهي بتبقى شايفة. يمكن من أهم اللي ذكرته إنه نحن ما عم نعارض بس تنعارض، بدليل إنه رح يصير فيها النوع من التعاون أو النقاش أو ما بعرف الدباب بينكم أكيد. وبين البلدية، شو المواضيع الأساسية اللي اليوم أول شيء مفكرين فيها هيك تنطرح؟ ليكي هلا نحن عنا الإطلاق، عنا الإطلاق بأربع شهر، لأنه بعض الناس أغلبية الناس بجبال منا عارفة شو هي الفكرة يلي نحن طالعين فيها ببلدية الظل. بالأول رح يكون في عنا تعرفة، يعني الإطلاق هو تنعرف الناس عن مفهوم بلدية الظل، إنه بلدية الظل مفهومة منه معارضة صرف ولا تصفية حسابات. من بعد ما نعمل الإطلاق رح يكون في عنا جلسة حوارات ونقاشات مفتوحة مع كل الناس بجبال، واللي بيحب يجي يشارك معنا أهلا وسهلا، حتى بيكون من ضمن بلدية الظل. بلدية الظل منا جمعية في إلى انتساب أو في إلى بطاقات، هي تحرك من شباب بجبال مدعومين من التيار الوطني الحر، لأنه التيار هو يلي كان وراء الفكرة الأساسية بقصة بلدية الظل. بس نحن فتحنا على كل الأحزاب، وكل الأحزاب بجبال عندها علم أنه في بلدية الظل، لأنه تقريبا صار لنا نحن 8 أشهر 9 أشهر عم نحضر للبروجي. من بعد ما نعمل الإطلاق رح يكون في عنا سلسلة لقاءات واسعة، ورح نحضر شو هي نحن سلم الأولويات. هلأ أوريدي نحن محضرين بس منا عم نطلقهم من هلأ، لأنه ما بدنا يصير في نوع من تخربط شوي عند العالم قبل ما يكونوا عرفوا فعليا شو فكرة إطلاق بلدية الظل. بس في كتير إشياء أكيد مواضيع مهمة بمدينة جبال، خاصة بالتنمية المستدامة، خاصة بخطة سير ببلاد جبال، يعني في كتير إشياء عسلهم من الأولويات، وهيدي أكيد رح نبقى نحكي فيها بشكل يعني من بعد ما نعمل الإطلاق رح يكون في لنا عدة لقاءات، ورح تتحدد هالبنود شوي شوي. وأكيد نحن ما رح نعمل شيء إلا ما نجرب نحكي بالأول مع المجلس البلدي. هون بيرجع المجلس البلدي هل يا ترى هو مستعد يتعاون أو منه مستعد يتعاون مع الإيجابية اللي نحن مبلشين فيها، هيدا شيء بيرجع له. شو بيّن عليكم؟ أكيد عارفوا بوجود يعني هلا أكيد نحن على كل حال وجهنا دعوة لرئيس البلدية الأستاذ زياد حوات، وجهنا له دعوة إنه يكون حاضر خلال الاحتفال، وجهنا دعوة لكامل أعضاء المجلس البلدي، وأنا برأيي لازم يكونوا تيشوفوا إنه نحن منا سلبيين، نحن بالعكس إيجابيين وحابين نمد إيدنا لهم ونساعدهم. بس بالاخير بدهم هن كمان يمدوا ايدهم لنا تنقدر نشتغل نحن وياهم، وهذا كله يصب بمصلحه مدينه جبال. اكيد نرجع نفوت بتفاصيل أكيد. اخرى، لكن نقرا شويه عناوين وبنبدا مع صحيفه الاخبار اللي عنونت هدد اسرائيل بمقاتلين يمنيين وعراقيين وايرانيين وافغان وباكستانيين في اي حرب على سوريا ولبنان. نصر الله، محور المقاومه يتمدد. وبالصوره فرمان المحمدين إذلال قطر، وردت قطر اليوم على الشروط وقالت أنه احتراما للكويت هي رح ترجع تناقش مسودة المطالب. يعني شوي الوضع شوي في تشنج بالدول الخليجية، هذا بيدخل أكيد من ضمن الصراع الموجود. بس وين رح بيودي؟ هل يا ترى رح يصير في نوع من تسوية دبلوماسية؟ أنا برأيي رح نروح على الدبلوماسية أكثر، ما رح يصير في أكيد تصعيد، بس قد ما يكون هذا بيعمل نوع من تشنج كثير أبدا 100%. الجمهورية عنونت إرهابي خطير في قبضة الجيش، هذا الموضوع اللي كنا حكينا عنه اللي هو ناقل المتفجرات واللي كان مزبوط. سائق تاكسي وتحول إلى مجند لدى داعش، واللافت أنه مواليد 89 يعني أكيد. أغلبية الناس الإرهابيين اللي هنا عم بيكونوا عم يعملوا عمليات انتحارية هنا عم بيكونوا صغار بالعمر.
لأنه يمكن بينغسل دماغهم أسرع وبيتقنعوا بأفكار. هي نظرية بس حتى في منهم بيكونوا يعني شوي منهم كتير كبار بس بيكونوا ناس دارسين وبيكونوا صح. ناس خريجين جامعات وبيكونوا ناس عندهم إمكانيات مالية حتى صح. يعني كان عندنا نظرة نحن من قبل أنه الحرمان والفقر هو اللي بيعمل هيك، هذا شوي عم بيتغير هلا. الجمهورية إذن تنشر محضر اعترافات الكرنبي. أما صحيفة المستقبل فعنونت بدورة أحباط عملية إرهابية تستهدف الحرم المكي 500,000 مصلٍ في جمعة رمضان الأخيرة في المسجد النبوي. عادية العراق أعلان تحرير الموصل. ولي العهد السعودي يقدم 66.7 مليون دولار لمكافحة الكوليرا في اليمن. الإمارات تتهم الدوحة بتسريب وثيقة المطالب وتحذرها من الطلاق. صواريخ روسية من البحر على حما. كل العناوين إقليمية تقريبا أغلبيتها هلا إيه. هلا كله أخذ الضوء لأنه ارتحنا محليا يمكن حتى السيد نصر الله كان حكي مبارح إقليمي أكثر من محلي. مزبوط. البلد عنوان التصويب على لقاء بعبدة والبلاد تدخل عطلة الفطر إنعاشا للذاكرة. هون بيقول خرجت مسيرات بيوم القدس طبعا هذا اليوم اللي يحتفل فيه كل سنة بآخر أسبوع من شهر رمضان. موسكو تطلق صواريخ على مواقع داعش في سوريا والعبادي تحرير الموصل خلال أيام. اللافت أنه في موضوع مهم يعني ما قطعت عليه الصحف على القليل بعناوينها الأساسية وهن اللبنانيين اللي قالهم كانت 3 أيام محتجزين بمطار الكويت وما عم يقدروا يوصلوا على لبنان وكانت نشرت الوكالة الوطنية للإعلام الساعات الأخيرة أنه تأمن لهم طيارة وهن صباح هذا اليوم رح يوصلوا على لبنان. صح. كانوا محتجزين وشايفين شو السبب ليش ما في طيارة يعني يجوا فيها. هلا تبرر أنه لا مش يعني مش هلا إيه هلا في أشخاص يقولوا يعني أنه هذه حجة سياسية مش مرتهنين. لا طلعت لا هلا التفاصيل صراحة ما عرفنا شو هي بالضبط بس بتخيل رح يكونوا اليوم بلبنان. صح. عناوين الشرق قطر تتسلم مطالب المملكتين والإمارات ومصر والمهلة 10 أيام. الحريري وجعجع ثابتون في الحلف مش مأخر شوي هالعنوان والصورة من سحور أول امبارح يعني مظبوط. روحاني يرفع الصوت الاقتصاد بيد دولة العسكر ولإعادة أعمار الموصل. أما أيضا في العناوين الشرطة تقتل إرهابيا في مكة وتعتقل الخلية. الشيوخ لعقوبات على إيران بسبب غسيل الأموال. غارات التحالف قتلت 500 في سوريا خلال شهر وهون حسموه. مقتل ابني عم المفتي الجوزو وقطع طرقات احتجاجا كانوا بالاول عم بيقولوا ابنه للجوزو مشان هيك قلنا انه الخبر غير اكيد. مزبوط. يبدو بحسب صحيفة الشرق على ذمة الشرق انه ولاد عمه للمفتي الجوزو. وايضا نتابع بالديار. عناوين الديار جاءت كالتالي. السيد نصر الله في يوم القدس العالمي نمشي الى النصر المحتوم. لوجستيو داعش في قبضة مخابرات الجيش اللبناني. وبالصورة طبعا من كلمة السيد نصر الله امبارح. الدول المقاطعة لقطر تمهلها 10 أيام لتنفيذ مطالبها والدفعة الثانية من القوات التركية إلى الدوحة. 150,000 فلسطيني أدوا الصلاة بالأقصى. مصالحة درعا فشلت والجيش السوري استأنف هجومه. صواريخ كاليبر روسية تقصف داعش وطائرة أمريكية تراقب. بس بدي بس نضوي شوي على الشيء اللي عم بيعمله الجيش. يعني مخابرات الجيش اكيد مع الاجهزه الامنيه كتير صعب اللي عم بيعملوه. كتير صعب وكتير دقيق وشي منه سهل ابدا. نحن نعرف انه تقريبا اغلبيه اجهزه المخابرات العالميه كتير صعب عليها تعمل عمليات من هالنوع. نحن هلا شايفين الوضع كيف في نوع من تشنج كتير قوي بالمنطقه وعم بيرجع التشنج ياخذ شوي منحى. يعني بالأول كان يقولوا أنه في منحة شوي طائفة. هلأ لا صار المنحة بعدنا شوي عن المنحة الطائفي. صار المنحة نوع من صراع نفوذ وصراع على السلطة بالمنطقة. إن شاء الله هالصراع مع رجعت التشنجات شوي بسوريا كانت قطعت فترة أنه نتفي رائد شوي. إن شاء الله هالتشنجات اللي عم بتصير ما ترتد على الداخل اللبناني. نحن أهم شيء نتمنى لأنه طلع في أخبار شوي أنه في تسريبات أنه ممكن يكون في عنا نحن مشاكل بالصيفية. إن شاء الله هذا الشيء ما يصير ونتمنى أنه على كل القيادات بلبنان أنه ما يعني ما نفوت نحن بلعبة الصراعات لأنه بدنا نجرب قد ما فينا نجنب لبنان يصير في عنا شيء بالداخل. طبعا. لأنه المنطقة كلها عم ترجع شوي تغلي. أكيد رح ترجع تروح على الدبلوماسية
بس على طول على طول على طول بغليان من هالنوع في ثمن بيندفع، ونحن تعودنا انه بلبنان على طول نحن ندفع الثمن. بنتمنى انه نحن عندنا بلبنان ما يصير في نوع من احداث امنيه، او حتى لانه العهد عم ببلش ينطلق، ما بدنا نرجع نخلي اثار سلبيه ترجع تخلينا نرجع لورا. هلا انت ابن جبال اكيد مش عم تحكي عن النقي بالنفس، عم نحكي عن الحياد يمكن الايجابي، عن المشاكل كيف نعرف نتعامل معها. نحن بنهي لك الجغرافيا هي بتحكم التاريخ، نحن موجودين بهالمنطقه، ما فينا نقول نحن منغمض عينينا يعني ومنا موجودين. الجزيرة بس نحن بالدبلوماسية تبعولتنا منقدر نعرف، وبتخيل انه التجارب يلي بلشت مع العهد الجديد بينت انه الدبلوماسية اللبنانية عم بتكون يعني متجانسة على كل الأصعدة، وهذا شيء بيساعدنا كثير. ما في شد حبال 100% مثل ما كان عم بيكون بيصير بالسنين اللي كانت قبل. وكمان بذات الوقت ما فينا عامة عم ندفن لراسها بالرمل ونقول لا ما في شيء. 100% اكزاكت، يعني هيدي الفكرة. انه قبل كنا نقول انه لا بنبرم وجهنا ونعمل ما لنا شايفين. لا مش مزبوط. اكيد عناوين البناء: السعودية تكتب بخط محمد بن سلمان سق الإذعان لقطر وتمهلها 10 أيام، الرياض تطلب إغلاق القاعدة التركية والجزيرة وقطع العلاقات بإيران وحماس، نصر الله مئات الآلاف سيأتون لقتال إسرائيل، والسعودية أجبن من أن تحارب إيران. هيدا هلأ هذا نوع من صراع جديد هلا عم نرجع نشوفه، كان من زمان قبل العراق مع ايران، هلا عم نشوف السعوديه مع ايران، وهلا داخله على الخط قطر. يعني كل عمرنا نشوف على طول قطر والسعوديه تقريبا بذات اليمين على السعوديه كانت اخر بذات فتره الخط. هلا عم نشوف انه لا في نوع من تباين، تنشوف وين راح تروح الامور. بس انا برايي راح تروح على الدبلوماسيه وراح تنحل. كمان بدك تشوف اللاعبين الكبار اللي هن الامريكان والروس شو وين بحطوا، شو الأهداف بين كل هالصراعات، ووين رح تأدي وزير خارجية كاريكاتير الجمهورية. وزير خارجية الصين وانغ يي جلى على مسؤولين: كيف لقيت نظيرك مستر يي؟ بجاوب يي. بس فيها تكون يي الإيجابية. مزبوط. ما هو ليك لكن الإيد مزبوط، يعني حتى تعابيره لافتة. شرق هيدا لبنان، أوكي فرنجية إلى جانب الرئيس عون والرئيس الحريري إلى جانب جعجع، بس كمان كاريكاتير مؤخر، يعني هيدي كانت بتصلح يمكن من بعد طاولة الحوار مبارك. يعني لكن هلأ هو اللقاء اللي صار بعبدا لقاء مهم كتير وأساسي، لأنه تعودنا نحن تقريبا من الطايف لامبارح انه اغلبيه اللقاءات اللي بدها تقرر المسار كيف البلد بده يمشي وكيف الحكومه تمشي ما تكون ضمن رئاسه الجمهوريه، وهذا شيء عمل اساسي تيثبت انه ما تكون ضمن لبنان حتى اذا بدك، بس اذا نكون متفائلين نحن انه تكون بلبنان، بس رئيس الجمهوريه يبقى على طول انه مثل كانه في له حصه وهيدي حصتك ونحن بنكفي الباقي. عاد ما تحكي. بتخيل اللقاء هو شدد الرئيس عون انه هذا منه لقاء حوار، يعني منه حوار، بل هو حس الاحزاب كلها اللي موجوده بالحكومه انه في قانون انتخاب اقر، في عنا انتخابات جايه بعد 10 اشهر، فاذا هلا في عنا 10 اشهر بدنا نمشي ملفات يلي هي تفعل عمل الحكومه، وهذا شيء اساسي وبيصير ببعبدا بيعطي دفع كتير كبير اكيد لرئاسه الجمهوريه. كمان على سيره الانتخابات، رح تكونوا مرشحين كبلديه ظل؟ رح يكون عندكم مرشح؟ هلا مرشحين للانتخابات البلديه يعني بعد 5 سنين بركي النيابيه اقرب، شو رايك؟ لا النيابيه في عندنا مرشحين بيكفوا بيوفوا، عم نحكي نحن كتيار. هلا الانتخابات البلديه اللي جايه بعد 5 سنين بيسوى هالتحرك اللي عم نعمله يفرز نوع من كادرات تحضير، يعني برأيك العمل تحضير؟ هي ما تحضير، ما فيك تقولي من هلأ نحن عم نحضر، بس كمان ما فيك تيجي تقولي انه بعد 5 سنين بدنا نعمل انتخابات بلدية نصير نعيط للشباب فجأة. بدك تبلش تعود الناس يمارسوا ويشتغلوا بالشأن العام. بهالطريقة نحن اونيسيدو سانسيبيليزي لجان، هذا اهم شيء، يعني يكونوا الناس هن عم بيشاركوا بالمسؤولية. لانه تقليك شغلة، انا قلت مره انه في كتير ناس بجبال بتنتقد البلديه وبتنتقد تنتقد، يمكن لانه هن عندها مصالح شخصيه
منا يمكن عم تقدر تحققها مع البلدية. بس أصعب شيء الإنسان يكون هو بساحة العمل. صح. مشان هيك نحن اللي عم نقوله إنه خلينا نشمر عن زنودنا وننزل على الأرض ونكون الشغل عن قرب. ونكون مثل ما بقولوا مؤازرين للبلدية. يمكن نلاقي إنه هالبلدية منا عم تقدر تعمل أكثر من هيك، لأنه يكون هذا أرض الواقع. ساعتها نحن منشوف كيف فينا نساعدها. مشان هيك بدنا نجرب نخلي هالشباب، بدنا نخلق كادرات جديدة يكون هي ملمة بالعمل البلدي، بدها تكون عم تتمرس بالعمل، وهيدي بدها تصير على فترة. ويمكن هلأ في ناس يكونوا معنا يمكن بعد سنتين ثلاثة يقولوا نحن مش فاضيين بقى ما عندنا وقت. فإذا من هلأ بدنا نبلش نفكر بهذا الشيء وبذات الوقت هلأ بعدين كيف بتصير الانتخابات، هذا أكيد بعد بكير كتير. فإذا الموعد بعد 10 أيام، موعد بعد 10 أيام 4 تموز حكومة بلدية أظل بجبال مكان والزمان. المكان الأوريزون بجبال الساعة 7 مساء نهار الثلاثة 4 شهر، وبرعاية وحضور وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران بسيل. فأزان بيكون نهار ثلاثة صح؟ صحيح. الساعة 7. موفقين، وأكيد مثل ما قلت هي خطوة إيجابية ما سلبية. هذا المساج اللي نحن بدنا نوصله، الدعوة عامة فيها كل الناس بجبال تطلع. خليهم بس يعرفوا إنه بلدية الظل هي جاي من خلفية إيجابية ما سلبية، ونحن إيدنا ممدودة للمجلس البلدي. إذا هن بيحبوا يتعاونوا معنا هذا بيكون أكيد كتير منيح، وإذا ما رح يتعاونوا معنا نحن منا جايين نشتم حدا. بالعكس، نحن بالأخير رح منطالب بحقوق أهالي جبال بشكل ديمقراطي، وبرضو بالحوار يلي نحن عطول رح نرفعه للمجلس البلدي. إذا هن بيتعاونوا بيكونوا بيتعاونوا، ما بيتعاونوا بيكونوا هن رافضين التعاون معنا، ونحن على كل حال بنكون عم نشتغل لمصلحة المدينة. على أمل هالإيد الممدودة كمان تلتقى بإيد ممدودة تانية من البلدية لمصلحة مدينة جبال وكل أبناء جبال. أهلا وسهلا فيك دكتور جوليان صفير، مقرر بلدية الظل بمدينة جبال.